في الشأن النقابي، وعلى غرار عدد من ربوع المملكة، أشرفت المنظمة الديمقراطية للصيد البحري والتنسيقية الوطنية لمهني الصيد الساحلي بالجر على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مندوبية وزارة الصيد البحري بمدينة المرسى، احتجاجا على ما يعتبرونه تجاهلا لملفهما المطلبي. المزيد بمتابعة محمد تروزي ومحمد مشنا. استثناء توقفت الحركة بهذه القوارب الخاصة بالصيد الساحلي هنا بميناء العيون، والسبب مهنيون بالصيد الساحلي بالجر احتشدوا أمام مقر مندوبية الصيد البحري احتجاجا منهم على ما أسموه تجاهل مطالبهم المرتبطة أساسا بغلاء تكاليف مصارف اشتغالهم إضافة إلى الضرائب. يقول بعض المحتجين الربابين ديال الصيد الساحلي بالجر اضطروا باش يديروا وقفه احتجاجيه ويتوقفوا عن العمل نظرا للغلاء ديال الغازوال والغلاء ديال الضرائب اللي كيخلصوا. كنطلبوا بفتح الحوار على حساب الغازوال غالي علينا ولي تاكس غالي علينا، كيطاكسيو لينا على المونتو جلوبال. بنادم كيغاشتي واحد سميتو واحد العدد ديال الفلوس، وفي الاخر كيجي للمارشي كيطاكسيو، كيجي لاهال كيطاكسيو ليه على داك الشيء اللي خسر، والسميت المحروقات غاليه علينا. وهاد الناس، هاد الناس المسؤولين كنتمناو يردوا البال لهذا القطاع هذا ويشوفوا فينا ويتحاوروا معنا ويشوفوا المشاكل اللي عندنا. نحو حوار وطني جاد ومسؤول حول الصيد البحري لتحقيق المطالب العادله والمشروعه للمهنيين والاجراء، ذلكم كان شعار الواقفين هنا على مدى ساعه، محتجين على اخطاء في القانون الضريبي وكذا غلاء الاسعار على مدى سنوات عجاف. يقول لسان حال المحتجين هنا